مرحبا، أرهان دومان، جمعية حقوق النساء بعتتني لحتى أكون محاميكي. أنا ما طلبتي عينولي محامي. بعرف، حتى لو ما طلبتي هن لحالهم بيحطوا لك محامي عام. إذا ما بدك تتعاملي معي شوفي هذا الملف، هاي الوكالة تبعك مدام، رح توقعي لي محل ما رح أشر لك. وتفضلي هذا كرتي، فيك تتصلي على هذا الرقم إذا لزمك شي. أرهان بيك، بتقدر تخليني أحكي مع بنتي؟ لا لسه بكير كتير، بس بوعدك رح أعمل كل شي بقدر عليه. أنا رحت على المشفى قبل ما أجي لهون، لساته عوضه زوجك بالعناية المشددة ووضعه حرج كتير. بالمناسبة دققت ملفك، تقرير موقع الحادثة وتقرير الضرب بالمشفى وحتى إفادتك وشو حكوا الجيران، ولما جمعت كل المعلومات مع بعض طلع الملف غريب. خبريني هلأ بالتفصيل كل شي صار معك بهديك الليلة. اقرأ إفادتي رح تلاقي كل شي مكتوب فيها. إجام، إجام عطتك إفادتها؟ إجام من الصدمة ما فيها تتذكر شي بنوب، بس أكيد رح ياخدوا إفادتها بعدين. أنا صحيح قرأت إفادتك بس حابب أسمع منك شو صار هديك الليلة، مثلاً باللحظة اللي انصاب فيها هاكان، السلاح كان بإيدك ولا بإيده لإله دينيز؟ جننتوني، أنا رح أوس بالأول بنتي إيجام، بعدها رح أوسك براسك، بعدها رح أوس حالي ونموت لله، ساعتي بدي أقتل إيجام. لما قررت أطلع من البيت، هاكان عصب، لهيك جاب معه السلاح لحتى يمنعني، وبعد أن هجمت عليه فوراً لأحمي بنتي وقوصته لأنه بنتي مزم. أنا اللي قوصته يعني، فإذا السلاح بإيدي أو بإيده شو رح تفرق؟ عشر سنين جوا المي، هيك تماماً بيكون الفرق إذا كان السلاح بإيدك أو بإيدها كان. إذا زوجك بيموت ضيفي 15 سنة لسه فوق 25، فهمتي شو الفرق هلأ؟ الفرق ربع قرن. ادعي لربك إنه ما يموت زوجك، ملكي بيحكي شي بإفادته بيخفف لك حكمك. مدام دينيز، بالمناسبة إياك تفكري إنه تعملي أي شيء ينزع أو يخرب علاقتك مع إدارة السجن، لا تفوتي بقصص ما إلك فيها، أنا عم حاول طلعك من هون، لا تصعبيها علي لو سمحت. قصدك تقول أنت إنه إذا صحيها كان وحكى لهم اللي صار وقتها بطلع؟ بترجاك أم ورجع لصحتك بسرعة، بترجاك رجع لو سمحت. بابا إيجام، إيجام شو صاير؟ أخي شو صاير لك؟ أخي ما رح تفيق للصبح. دقات قلبه منتظمة، خليكي عم تراقبيه على طول. تمام. العملية صعبة، بدنا ننطر. بابا طولي بالك انتي. Ha ha ha.
لازم تتفقدوه كل ساعة، تمام؟ دكتور طمني، كيف وضعه هلأ؟ مستقر. لو سمحت قلي شي ريحني، بترجاك عطيني شوية أمل. لسه بكير لنقول شي أختي، نحن عم نعمل كل شي بنقدر عليه، لا تخافوا أبداً، بالسلامة إن شاء الله. والله دقيت لهم وضعهم مانو منيح، شغلوا لي بالتي كيف المزمار خلص بقى ونطلع من هالسجن. ما صار دوري معقول هالعشرة شبكون؟ يلا يا صبايا بسرعة. إذا زوجك بيموت ضيفي 15 سنة لسه فوق ال 25، فهمتي شو الفرق هلأ؟ اشتقت لك كمان. أنا ضايعة بلاك. لكي حبيبتي كيفك؟ أنا منيحة، أنا منيحة، لا تخافي. أنت كيفك؟ أنا ماني منيحة يا أمي، ماني منيحة، ما عم اتحمل ابنهم. بعرف يا روحي، بعرف يا روحي، بس تحملي شوي لو سمحتي، تمام؟ لو سمحتي كل شي رح يتحسن. أمي، أمي، أنا بدي أخبر أمي كل شي. أصحك تعمليها. ما بقى فيني أتحمل. أصحك بنتي. لا بنتي، بترجاكي أوعك تقولي شي، بترجاكي. ما بقى أتحمل يا أمي. لا يا بنتي بترجاكي لا تعملي هيك شي، انتبهي اوعك تعمليها. الو ايجام، ايجام، الو 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 ايجام، ما عم تسمعيني؟ يلعن. خلص وقتك يا حلوه، ما قلت لك تعالي فورا بس خلصي المكالمه. انا بعد تليفون كنت فورا رح اجي لعندك لحالي، بس في موضوع كتير مهم هلا المفروض احكي فيه مع بنتي، خلوني أحكي. ما عم تفهمي يعني؟ ممنوع هالشي. قليلي ليش؟ ليش هيك عم تعملوا فيني؟ لأنه أنا جاية على بالي هيك ساوي. لو سمعتي كلامي كنت خليتك على فكرة، لأنه بالنهاية نحن عالم عنا قلب وضمير. طيب إلك بس لحظة شوي، لو سمعتي خليني أحكي تليفون دقيقة بس. سوى تخليني أكسر التليفون؟ مفكرة هيك القصة؟ لا تعذبيني بنوب، بتحكي على التليفون مرة واحدة بالأسبوع، وهي إذا أنا سمحت لك. عم تفهمي؟ شو رأيك تجي معي نتمشى سوا؟ تعي نشم هوا. يلا يلا. انتهى وقت المكالمات، انتهى وقت المكالمات. ليكي خلص بشوفك بعدين، ونحكي بالقصة ماشي؟ وقفوا وقفوا، شو لوين أخدينا؟ ييه لو سمحت، الموضوع مهم كتير، لازم أحكي مع بنتي شوي. خراسي، حتى لو كتبتي اسم بنتك بقائمة التليفون، وحتى لو هنن سمحوا لك تحكي على التليفون، طلعي شايفة هالورقة اللي بإيدي؟ إذا ما هلأ بتوقعي عليها ممنوع تحكي، وإذا بتفكري تروحي على الإدارة وتقدمي شكوى رح ورجيكي يا حلوة عزرائيل بعيوني، قرار عندك. بلاها إذا بتريدي، بترجاكي ما طورتيني بقصة معك. أنا قلت اللي عندي، حيزورك جمال كارم،